الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الكعك الكعك المسفيوي. ان شاء الله غادي نحتاجوا 4 الكيسان ديال 4 الكيسان ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجوا نص كاس ديال النافع والزنجلان مخلطين، وغادي نحتاجوا 3 ديال الخمارات وشاصية ديال الفانيليا ديال الزهر. هيدي 4 الكيسان ديال الزيت، وغادي نحتاجو 4 الكيسان ديال الماء ولا نصف لتر ديال الماء ونصف لتر ديال الزيت في 2 كيلو ديال الدقيق. ودابا غنضيفو لي 2 كيلو ديال الدقيق، من الأحسن يكون ممتاز، وغادي نخلطو هادشي. غادي نبقى تنجمع ليا العجين، كنجمعوها ما كتحتاجش للدليك لان غادي نخرجها بالماكينه ديال الكعك. من بعد كنجيبوا العجينه وكنخشاو في هاد الماكينه ديال الكعك وكنديرهم على قد واحد بحال هاد القياس. دابا كنبداو نكشو بالمنقاش، هذا هو المنقاش اللي اختارت فيه 4 ديال السنينات، هو هذا. وكندير الدقيق، وكنجيب الراس ديالها وكندير بهاد، كيجي هاد الشكل على حساب كيجي المنظر بهاد الشكل. وهادي هي الكعكه ديالنا، ونعاود قدامكم واحد اخر. كنسفهم في لاطا وندخل ونديهم الفرن. انا غنديهم الفرن ديال الزنقه، ممكن طيبهم نتوما في الفرن ديال الدار، من الاحسن الفرن ديال الزنقه. ها هو الكعك ديالي بعد ما طاب وجد، ها هو كيف كيجي في المنظر، والدوره كيجيو كاملين دوره وحده قياس واحد. نتمنى تجربوا هذا الكعك وينول الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم وديروا جيم وبالصحة والراحة. والمزيد من المواصفات إن شاء الله غادي تلقاوها على القناة المطابخكم. ونتمنى تدعموا القناة ديالي، واللي مازال ما اشتركتش تشترك في القناة، وشكراً.